مصدر خليجي يؤكد للعربية استئناف المشاورات اليمنية في الكويت بعد غد السبت كحد أقصى. الأسد يقول إن الروس لم يتحدثوا معه أبداً عن مرحلة انتقالية، وتركيا تصوب تصريحاتها حول مستقبله. ديمستورا، الأيام القليلة القادمة حاسمة لتوضيح موقفي واشنطن وروسيا حول سوريا. قبل يوم من تظاهرات الصدر، العبادي يجري استعراضاً للقوة في بغداد بالاشتراك مع ميليشيات الحشد. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يغادر المملكة في إجازة خاصة ويكلف ولي العهد إدارة البلاد. ارتفاع عدد الموقوفين بعد التفجيرات الأخيرة في السعودية إلى 52 شخصا، بينهم مصري ويمني وهندي و15 باكستانية. خبراء تقنية، تحميل لعبة بوكيمون جو من مصادر غير موثوقة قد يعرض الأجهزة للقرصنة.